ليها استخدامات عديدة عديدة عديدة، وبالذات لو أنا بشتغل. أهلا وسهلا متابعين قناة المختص للأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف. يا ريت لو أول مرة بتشوف القناة تشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أنا كفني تبريد وتكييف لقيت نفسي محتاج ماكينة لحام كهرباء. من زمان أنا عايز ماكينة لحام كهرباء، ولكن لما بحثت ودورت لقيت ماكينة عجيبة وغريبة جدا ومبهرة جدا. ماكينة اللحام اللي هنشوفها النهاردة مع بعض، اللي أنا ضميتها للعدة بتاعتي وحبيت أستعرضها معاكم، 130 أمبير. والميزة إنه ممكن تحطها في جيبك، يعني زمان كان مكنة اللحام لو عايز تجيب مكنة 130 أمبير كده حجمها تطلع توزن طن، لكن دي ما شاء الله زي ما احنا شفنا. نفتحها شوف محتوياتها. أول حاجة بتيجي معاها وش اللحام، وكابل الأرض، كابل الأرضي بالبنسة بتاعته. خليك معايا لنهاية الفيديو عشان نشوف هنجيب المكنة دي منين لو أنت محتاجها. وده البنسة بتاعت اللحام بالكابل بتاعها، بنسة ما شاء الله بنسة ممتازة. يا ترى بيجي معاها تاني؟ دي فرشة للتنظيف، والناحية التانية دي مطرقة او شاكوش بتنظف بيه من البودرة بتاعت اللحام. ودي اليد بتاعت وش اللحام تركب كده، دي يد وش اللحام. على فكرة يا جماعة المكنة دي مفيدة جدا، يعني في مواقف كتير كفنيين تبريد وتكييف بنبص نلاقي ان احنا محتاجين فيها مكنة لحام. المهم ان دي بتركب كده، دي اليد بتاعت وش اللحام اهي، وادي الماكينة. هذه ماكينة اللحام، تخيل معايا دي 130 أمبير. زمان كان عشان تجيب ماكينة لحام 130 أمبير يعني حاجة ضخمة، صعب انك انت حتى ترفعها لوحدك. نشوف حضرتك كده معايا، ها هذه الماكينة اهي، دي 130 أمبير. الماكينة دي فيها عدة مميزات. اول حاجة انه هي فيها حاجة اسمها بداية حارة او بداية قوية، يعني بتمنع التصاق السيخ في بداية اللحام، بتبدأ بأعلى امبير ثم تنخفض للامبير اللي انت ظابط عليه. ده كابل التوصيل بتاعها، والكابلات بتركب هنا. ده كابل الارضي اهو بيركب بالطريقة دي كده اهو، تحط كده لف كده كده ركب معايا. وادي كابل الكهرباء اللي فيه البنسة كده ركب معايا خلاص. وادي كابل الارضي، وادي البنسة بتاعت اللحام. البنسة بتثبت فيها السيخ كده اهو اهو، حاجة ما شاء الله البنسة بتاعتها نظيفة جدا. الماكينة دي هجربها لكم، هنجربوها مع بعض. انا ما جربتهاش لسه، فهنجربوها مع بعض ونشوفوا طريقة ادائها. لو حضرتك حابب تشتري لازماك الماكينة دي وحابب تشتريها، انت لو في مصر هتشتريها هسيب لك رابط موقع تشتريها من مصر، توصل لك لحد البيت وليك خصم لو اشتريت من الرابط اللي انا هسيبه لك. ولو حضرتك بره مصر في موقع عالمي بيبيع
الحاجات ديت هتلاقي فيه الماكينة دي أو نوعية تانية أو هتلاقي فيه منتجات كتير. أنا شخصياً اشتريت منه. الموقع ده اسمه بانجوتس، ده موقع صيني وبيوصل لك لحد باب البيت برضو. ولكن لو حضرتك في مصر يفضل تشتريها من موقع وفر اكس علشان الجمارك. أنا شخصياً اشتريت قبل كده من الموقع الصيني ده وخصم لي 60% من ثمن المنتج لما دفعت جمارك. يعني لما حضرتك لو حضرتك الدوله اللي انت فيها بتدفع جمارك هتصور ايصال الدفع وهتبعته للموقع هيخصم لك بحد اقصى 60% من ثمن المنتج. ولكن في مصر انا بفضل اشتري دايما من وفر اكس علشان اسرع في التوصيل ومفيش جمارك. وغير كده بحب اشجع طبعا المنتج بتاع بلدي او المتجر بتاع بلدي غير كده. لكن لو حاجة مش موجودة في مصر بضطر اشتريها من الموقع ده. وكمان لو انت برا مصر ما عندكش وفر اكس اشتريها من بانجوتس، وفي كود خصم خاص لقناة المختص هسيب لك الكود ده اسفل الفيديو في الوصف. لو اشتريت من الكود ولو حطيت الكود هتاخد خصم حلو خالص من موقع بانجوتس. تعالوا كده مع بعض نجرب الماكينة مع بعض ونشوف الأداء بتاعها. يلا نجرب الماكينة كده مع بعض. ده زرار الأون والأوف أهو، ده بيشغل وبطل. وصل في الكهرباء أهو ونشغل الزرار. اشتغلت معانا كده 15 أمبير. 15 بتحكم في الامبير بتاعها اهو لغايه 130 امبير. انا بلحم ساج خفيف ممكن على 90. شوف كده تمام. حضراتكم اللحام بتاعها ليها استخدامات عديدة وبالذات لو أنا بشتغل في السمكرة مثلا هتفيدني كثير في سمكرة الثلاجات لأنها بتلحم ساج خفيف جدا. ولو أنا بشتغل في الغسالات مثلا في الأوتوماتيك هتفيدني برضو. بصوا حضراتكم هذا اللحام بتاعها اهو. ممكن أنقص الأمبير كمان لو انا هلحم ساج خفيف زي كده مثلا. ماكينة يعني خرافة بصراحة. دي كانت كل الحلقة بس النهاردة. اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوش اعجاب للفيديو وشير للفيديو على اوسع نطاق. وشكرا. لو حضرتك عايز تشتري المكنة دي ومش عارف تتواصل مع الموقع او عايزها توصلك لحد البيت اتواصل معايا وانا هطلبها لك توصلك لحد باب البيت. والدفع بالنسبة لموقع وفر اكس الدفع عند الاستلام، بالنسبة لبانجوتس هتدفع مقدما وانا ممكن اقوم لك بالمهمة دي لو تواصلت معايا لو انت مش عارف تتواصل مع الموقع. وهسيب لك ازاي تقدم طلب شراء من موقع بانجوتس. دي كانت Thank you.